التنظيم الحدث في النتيجه باش برشا يمشي الواحد المعرض بصح الله ما قدرش نقول مره عرفت حاجه مزيره بصح تقصد هذا مش قادر هذا بعد مكسور بيدي ما قدرتش ندخل بعدا ونصوركم شي حاجه وبغيت نوريكم نوريكم شنو كاين صافي هاد الفن نصوركم ربي يلاه تهلاو وبقاو معانا سير صديقي بقاو معانا الفن تنخرج شنو كاين ونصور شفنا هذا مقاول واخيرا كنا من الصحه يلاه لا تخاف ماشي تجينا اشوف شنو كاين هذايا صور وصافي ولا ولد هذا احسن ماشي سير موسك سي مو بالله خويا خاب ديالي كان يخرج الموضوع دابا كان دابا خاصو مع نفسي خليها الله قلت زعما صور بوم وكذا ياسر خاب بيسكس بيسكس قلبية جلطة هذا خويا سير خويا هذا احسن شوف شنو كاين مشكلة ديالي يعني كتخدم تحس تريك تاعي تفرحك شي بس هذا تفايد الفرنسي كتمنى شي من احسن اذا تموش حاجه تكون مزيانه رساله ليكم اي حاجه في المغرب ماشي كي نظموش شي حاجه تكون مزيانه عاد تشوفوا المقدمه وتشوفوا كيفاش كاين بس عارف علاش انا كنحضر تشوفوا كوموني كاين انا صال ديال لي كونفيرونس كاين اجتماعات كنخدم مع الشركات من الوزاره جي عندي لي بروس احسن مول كاميرا في العالم احسن حبيب الديت كازا تحيه لا زك اخي المهم دابا شي بلاصه خدنا والحي في الدنيا ضروري الحي حاضر وين ما كان ما كاينش سكاس مرة ما كاينش سكاس مؤخر المهم عطاني واحد الفكره بعد عام على هاد الشيء وقع بغيت نهضر انا بحاجه وحده حاجه وحده هي زعما بنادم زعما فهمتي نظام وبزاف فهمتي زعما يبقى يمرونا وصافي وغازي وغازي وفخر ملي كنزيو كتبان الدنيا مخرقه مكاينش النظام مره مكاينش بزاف حاجات مكاينش حتى بنادم بيدو كيبقى يتبح ارو فيتينا المهم اخوتي مكاينش النظام مره انت مش تسمي انا هنايا مكاينش النظام ماشي بحال هادي وكيسكم واحد الرساله او اي حاجه زعما اي حفله تكون صغيره ولا كبيره دير فوق النظام دابا ان شاء الله شبرت تلاقينا بالرئيس اللي عمل الجمعيه هادي واللي عامل الحفله هذا واللي عامل بزاف حاجات الدخله شوف بيرو ديالو الدخله ديالو كلشي باش يعطينا الراي ديالو حتى هو يعطينا شي فكره مزيونه باش الناس اللي تما بيدو ان شاء الله غادي في المجال بيدو يسمو بيدو يعرفوا شنو اللي كاين واخا كل عام كيعملوا هذه اللقطه هذه كل عام كيعملوا هذه الحفله باش اللي بلادي بغا يقرا برا المغرب كيش برا واحد الفرصه مزيونه باش حنا ندخلوا قاع عنده باش بسكات طلبتو زعما باش ريحو بسكات قاع كبيره بزاف الله يعين هانش وي او بسكيتي او كي عاد درت كي بيدو ماشي وريكم شنو كاين كنقولو ثانك يو شكرا بزاف قاعة هي كاملة السلام عليكم صباح الخير اخوتي السلام قاعة شاملة يسب وحدي هنايا باش نهضر انا الخاطر ديالي هو كيعلق هداك الشيء من الشاوي يدو يشوف شني كاين شني نعدلو فلوك ان شاء الله
وبقاو معنا شي جلس وشرح لنا شني كاين كامل اش رياح دساقيت شي الدراري ما عطاوناش شي فكره مزيونه بحال هي طاري وكاع عطيك اش هو اللي عامل هادشي دابا يد هو اللي عطيك واحد الفكره مزيونه هو اللي يفهم شي تفاهم مزيون فهمتي ماشي بحال اللي بنادم يخدم وصافي هذا كيفاش قلت السلام عليكم ها هو الراجل اللي قلت لكم تلاقى هو اللي عمل هذه الحفله هذا هو اللي منظم هادشي هذا هو اللي يشرح لكم شني كاين انا بيدي ما فاهم وما فاهمش فهمتي ما قدرتش نفهمكم كلشي ولكن هو شكرا ليلو بريزير بزاف ميرسي هو اللي عطاني فرصه باش نريح معاه وتعذب سوا جيف التصاور هذا سوا بيدو ماشي يريح معايا هو يعطي شي حاجه تكون مزيانه وشي فكره توصل مصاوي ربي توصل فكره ليكم وشكرا لكم بزاف هو يقدم لكم دابا يقول لكم شنو كاين يقدم راسو ويعطيكم فكره على بدا شكرا لوالدي الله يرضى عليك بارك الله فيك هذا شرف لي اللي كنهضر مع مباشره مع الطلبه لان هذا حنا انا سميتي عبد اللطيف مازوز مدير ديال فليكسي كلاس كاينين في الدار البيضاء عندنا فروع في مدن اخرى وعندنا فروع في بلدان اخرى لكن حنا كنهتموا خاصه بتوسكي اورينتاسيون ديال الطلبه توجيه ديال الطلبه وبغير توجيه انا كنحاولوا نكونوا مع الطالب البروجي بيرسونيل ديالو المشروع الشخصي اش بغى يدير من بعد البكالوريا ومن بعد الليسانس اش بغى يدير بالقرايه ديالو خصو يعني نورمال خصو يقرا باش يخدم عندنا هاد الفليكسي كلاس كتهتم بالتوجيه ديال الطلبه وبإيجاد الفرص خاصة إحنا كنتعاملوا مع جامعات وبلدان من برا جامعات من الخارج عندنا شراكة مع أكثر من 3000 جامعة اسمعي قطعتك سمعت تركيا نعم. غادي نهضر لكم على البلدان اللي فيها يعني اللي بالنسبة لنا حنايا فيها لها طلب كثير اللي هي إحنا كنتعاملوا مع جامعات اللي من كندا بريطانيا أمريكا من أوروبا من آسيا من أستراليا كذلك لكن في السنوات الأخيرة هذه 5 سنين بعثنا ما يزيد على 500-600 طالب لتشاينا للصين كوم نوفيل ديستيناسيون هذه رجعت وجهة قبلة للطلب العلم بعد ما تقال قبل على أساس أنه طلبوا العلم ولو كان في الصين الان كتحقق وكنظن ان يعني عندنا طلبه كثير طلب اصلا كثير لان الفرص اللي موجوده في الدراسه في الصين وحاليا حتى في تركيا بخصوص بما هم يعني جامعات حكوميه كتوفر فيها جميع الشروط ديال الجامعات جامعه فيها جميع المرافق ديال السكن ديال الاكل ديال الرياضة ديال لابوراتوار كل شيء كيكون موجود في الجامعات عندنا جامعات في الصين اللي تقريبا لمن المهم اخوتي كنشكروه بزاف حيت عطلنا على الشغل ديالو عطانا بالوقت ديالو وشرح لنا مزيان حيت هو اللي منظم هادشي هذا كنقولو شكرا بزاف 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 وغنخليكم اللين ديالو لتحت ديالو ودخلوا عنده ويشرح لكم مزيان بصح خلينا اللي ندير الفيسبوك ديالو ولا واتساب ولا شي حاجه ودخلوا عنده ويشرح لكم شي حاجه مزيانه وشكرا لكم اخوتي شكرا الله يعاونكم تهلا فاسك شكرا بزاف تهلا خير ان شاء الله ونقول لكم شنو ندير اخوتي هذا والله خاطر ان شاء الله سالينا دابا شوف اللي كان كيبان لكم ما كاينش تما الله عاد كنا هو هذا ولا عجبكم ولا سبت وساسو ما شكرا بزاف وتابوناو معايا عملوا جيم معايا تلاقيت شي الدراري ها هو ابراهيم والول هذا تاعنا بضروري ابراهيم اخاي كاين المهم اخوتي تابوناو ضروري ما زلت بدي نقع من الجديد وضروري تاعنا بكثره من بلاصه جديده سني بدي باش نطلع شكرا لكم